مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة عن السياسة الكندية. حنبدأ زي ما حكينا في سلسلة السياسة الكندية على كنار تي في بشكل مبسط. بنحاول أن نوصل للمواطن العربي خاصة الموجود في كندا معلومات قدر المستطاع عن السياسة الكندية. حكينا في الحلقات الماضية أول شيء العرب في السياسة، حكينا مدخل في السياسة الكندية. اليوم حنبدأ عن الأحزاب. سيكون اليوم معنا حزب المحافظين الكندي، وسنستمر بجميع الأحزاب الفيدرالية إن شاء الله، وإذا قدرنا نكمل بعديها حنشوف. طبعا أنا والأستاذ محمد التميمي بنتشرف بضيوفنا. أستاذ محمد، إذا بتحب تقدمهم. طبعا ضيوفنا أصبحوا دائمين على هذا البرنامج، ضيوفنا الأعزاء أعلام العمل السياسي في كندا. والحقيقة لما بنقول أعلام العمل السياسي بالتأكيد هناك أعلام كثر للعمل السياسي، لكن حاولنا أن يكون معنا يعني مختصين أكاديميين محايدين يتحدثوا بحيادية في على الأقل وبشكل أساس في بداية الحلقات تتحدث عن السياسة الكندية والأحزاب الكندية. نبدأ بالدكتور نور القادري. الدكتور نور القادري طبعا معروف أصبح للعديد من المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور نور. أسعد الله مساءكم دكتور جمال وأخي محمد. أهلا وسهلا. طبعا ومعنا أيضا الضيف الدائم معنا في حلقات السياسة الأستاذ حسن غية. أهلا وسهلا. على تحياتي لكم ولجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا بكم. طيب إحنا نتحدث من 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 عدة حلقات عن السياسة في كندا، واليوم اخترنا أن يكون أول حزب من الأحزاب الذي نتناوله هو حزب المحافظين. واختيارنا لحزب المحافظين للبدء به بالأصدقاء، طبعا البعض ربما يفهم المقدمة أنه سنبدأ مع حزب المحافظين أنه سيكون بيننا أحد أعضاء هذا الحزب، ولكن أريد أن أنوه هنا أننا ارتأينا أن نتحاور ونتدارس الحزب مع الضيفين العزيزين في البداية بعيدا عن وجود أي ممثل للأحزاب، وبعد ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة سندرس مواضيع وعناوين تناسب أن يكون معنا بعض ممثلي الأحزاب نحاورهم ونناقشهم ببعض سياساتهم. عشان نكون حياديين ومنصفين. نعم. تقريبا نعم. نعم، فهكذا ستجري الأمور. سأترك للدكتور نور والأستاذ حسن كلمات للترحيب بالمشاهدين قبل أن نبدأ أسئلتنا التي ستتوالى عليهم، وربما يعني نحتاج إلى حلقة أو حلقتين لا ندري، سنقدر مع نهاية الحلقة إن شاء الله. تفضل. تفضل دكتور نور. تفضل أخي حسن. يلا أنت. يلا. تحياتي للجميع. طبعا كما تفضل الدكتور جمال والأستاذ محمد، الهدف من هذا البرنامج هو شرح السياسة الكندية بشكل عام والنظام الانتخابي الكندي، ليكون الناس على بينة عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع. يعني نحن في بلد ديمقراطي، ولكن الديمقراطية إذا لم يكن هنالك معرفة بالفاعلين أو المتفاعلين أو اللاعبين على الساحة الكندية على الساحة السياسية، أي ممارسة للحق الديمقراطي تكون مضيعة للوقت، وفي بعض الأحيان قد تكون مضرة أيضا. لذلك يجب أن يفهم المواطن، وهنا بما أننا نتكلم العربية نتحدث عن المواطن الكندي الذي هو من أصول عربية أو على الأقل على من يعرف العربية، لأن الحديث عن النظام السياسي الكندي بشكل عام في الجرائد الكندية بالعربي بالفرنسية أو الإنجليزية، ولكن بعض الإخوة والأخوات قد يستحسنون
أن يتلقوا المعلومات بلغتهم العربية التي نفتخر بها كلنا يعني. ولذلك نحن هنا كما تفضل المضيفان، الهدف من التمرين، الهدف من هذا النشاط هو التعريف بالأحزاب والتعريف بالنظام السياسي. لا نقول للناس لمن يجب أن يعطوا أصواتهم، ولكن نقول عن كل حزب من الأحزاب ما هي نشأته، ما هو تاريخه، ما هي برامجه الانتخابية، كيف يتم اختيار القيادات الحزبية والأيديولوجيات والبرامج التي يتقدم من خلالها الحزب للناخبين. وبالتالي سيكون الناخب العربي في كندا سيكون على بينة من أمر عندما يذهب ويدلي بورقته في صندوق الاقتراع. لقد أشرنا في الماضي ونعيد ونكرر، نحن لا نتحدث مع الإخوة العرب هنا وكأننا سفراء للبلدان العربية. نحن لا أتصور أن أحد منا هنا سفير لأي بلد عربي، ولا أنصح أي من الإخوة والأخوات الذين يستمعون لنا أن يتصرفوا وكأنهم سفراء. نحن هنا كنديون ومواطنون كنديون، ونتصرف ونذهب لممارسة حقوقنا الديمقراطية وواجباتنا الديمقراطية على أننا كنديين من أصول عربية. صح، عندنا الشعور العربي، عندنا العاطفة العربية، عندنا الاعتزاز بثقافتنا وحضاراتنا، ولكننا عندما نذهب ونختار مرشحا معينا لمركز معين يجب أن نتصرف كمواطنين كنديين، لأن الشخص الذي نصوت له سيكون في خدمتنا وفي خدمة كل المواطنين، كائنة ما كانت أصولهم العرقية وكائنة ما كانت دياناتهم أو لغاتهم الأم. وسنترك الكلام للدكتور أيمن، للدكتور نور وللآخرين، ومن ثم نحن حاضرون للأسئلة. شكرا. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وإخواني الأستاذ حسن، الدكتور جمال، والأستاذ محمد. بالطبع الموضوعية هي عنوان ما سنتوخاه في حلقاتنا. لم أنتمي في أي يوم إلى حزب المحافظين، لكنني كنت من الدارسين في السياسة الكندية لكل الأحزاب الكندية، وشاركت في بعض المؤتمرات لكل الأحزاب، وسنحاول قدر الإمكان مشاركة خبراتنا ومعرفتنا في السياسة الكندية. حزب المحافظين هو حزب إذا أردنا أن نضعه في سلم الترتيبات في كندا فهو أحد الحزبين الحاكمين في كندا، بالإضافة إلى الحزب الليبرالي. وعلى المنظومة الأيديولوجية فهو حزب يميني، يقال هو في وسط اليمين أو من اليمين، من يمين الوسط، على عكس الحزب الليبرالي الذي يقع في الوسط، قد يكون مطاطا في بعض الأحيان يميل إلى اليسار أو إلى اليمين، أو حزب الديمقراطيين الجدد الذي يميل إلى اليسار مثلا. حزب المحافظين في منذ نشأته يعتبر هو حزب إلى اليمين. وعندما نقول أي حزب هو في منظور اليمين في كندا، نتطلع إليه من خلال أيديولوجياته وسياساته. وسنبحث اليوم في هذه الأيديولوجيات والسياسات فيما يخص موضوع التجارة الحرة، فيما يخص قوانين الهجرة، العلاقة بين الأحزاب الفيدرالية والمحافظات، أن نوع الخدمات الذي يتوخاها الحزب وكيفية إدارتها مع المحافظات، كل هذه ستكون في جل أولويات، بالإضافة إلى نظام الحزب الداخلي وطريقة انتخاب قيادته ونوابه وما شابه ذلك. حبيت بس أذكر الجمهور إنه إحنا مستقبل اقتراحاتكم وأسئلتكم عن طريق الكومنت اللي ممكن تحطوها، هنحاول نجاوب عليها في نهاية الحلقة، إلا إذا كانت الأسئلة في البوينت اللي بيحكي فيه الضيف، أما إذا كانت بشكل عام هنجاوب عليها في نهاية الحلقة. في رقم تلفون برضو إذا في مداخلات حابين تعملوها.
بنرحب فيهم. بس للعلم نحن اليوم اخترنا الحزب أو حزب المحافظين لأنه في عنده انتخابات على مستوى الرئاسة تبعت الحزب قريبا، وبالتالي أتوقع أنه وضعه في البداية هو هذا السبب وليس لأي أسباب أخرى. وسنتطرق في المرة القادمة إن شاء الله لحزب أو في المرات القادمة لحزب الخضر، لأنه برضو عنده انتخابات رئاسية، وبعدها سنتطرق إلى باقي الأحزاب. فالموضوع لم يأتي بالصدفة، ولكن جاء لسبب استراتيجي أن هذه الأحزاب عندها انتخابات لرئاسة الحزب، وسيكون من المهم جدا أن نعرف موضوع ما يجري في هذا الحزب. طيب، احنا استغرقنا في المقدمة وقتا جيدا، لا أريد أن أقول وقتا طويلا، مقدمة لابد منها. نبدأ الآن ونفتتح النقاش على بركة الله مع الأستاذ حسن. أستاذ حسن، خبرنا عن تأسيس الحزب، حزب المحافظين، متى تأسس وكيف كان تأسيسه، وهل له امتدادات سابقة، هل حمل إرث أحزاب أخرى قديمة، أم بدأ تأسيسه بنقطة التأسيس التي تأسس منها؟ الحزب رسميا، الحزب الذي نحن نتحدث عنه الآن، تأسس عام 2003، ولكن نجيب بنفس الوقت عن السؤال الآخر، إن كان له إرث وإن كان هو امتدادا لأحزاب أخرى. طبعا هو كان امتدادا لأحزاب أخرى، يعني تاريخه من ضمن هو تاريخ الأحزاب التي سبقته والتي كانت هي جزءا من تأسيسه، يعود تاريخها لتاريخ كندا. يعني حتى أول رئيس لأول رئيس وزراء لكندا سير ماكدونالد كان هو من الحزب المحافظ، ولكن كان عنده تسمية أخرى، كان اسمها الحزب الليبرالي المحافظ. ومن ثم تغير اسم الحزب عدة فترات في التاريخ. في إحدى الفترات تغير من الحزب المحافظ إلى الحزب التقدمي المحافظ، البروغريسست، كما سبل الحزب الكونسيرفاتور بروغريسيست، التقدمي المحافظ. ولكن تأسس حزب آخر، هو الحزب الإصلاحي، ريفورمست بارتي، الحزب الإصلاحي الذي كان شعبويا وكان يمينيا أكثر من الحزب التقدمي المحافظ، فشكل منافسة قوية للحزب التقدمي المحافظ الذي كان يتناوب على السلطة مع الليبراليين. فأصبح هنالك تحالف جديد، ساهم الحزب الإصلاحي ريفورمست بارتي، أسس كنديان ألايانس، التحالف الكندي. ومن ثم التحالف الكندي اندمج مع الحزب الديمقراطي، الحزب التقدمي المحافظ، وشكل معا الحزب الذي نعرفه الآن باسم المحافظين، اسم الحزب حزب المحافظين الكنديين، وكان هذا عام 2003. تاريخيا المحافظون لم يكن لهم فرصة كبيرة ليشكلوا الحكومة من جميع أنحاء كندا، كانت دائما كيبيك، وليس فقط لأنني من كيبيك ولكن هذا واقع، كانوا دائما في صعوبة من الحصول على مقاعد في كيبيك، وكان هذا يشكل عقبة كبيرة عند حزب المحافظين لوصولهم إلى السلطة. حتى أتى براين مونروني والذي كان هو من كيبيك، وشكل تحالفا غير رسمي مع القوميين في كيبيك، وسمى يومها المخاطرة الجميلة لبوريسك، المخاطرة الجميلة، لأن كان القوميين الوطنيين الانفصاليين في كيبيك كانوا يطلقون ليكونوا ممثلين في أوتاوا، على الأقل يكون عندهم فرصة للتفاوض مع أوتاوا، وكانوا لا يستطيعون أن يوصلوا صوتهم بالشكل الذي كانوا يريدونه، والمحافظون كانوا يريدون أن يصلوا للسلطة. فأتى براين مونروني وأقنع الحزب الكيبيكي، البارتي كيبيك في ذلك الوقت، أنه بإمكانهم أن يتفاوضوا مع كيبيك لإعطاء كيبيك أكثر قدرات دستورية،
والقوميون الكيبيكيون تحالفوا مع المحافظين، وبناء عليه وصل براين مونروي إلى السلطة، وكانت حكومة وصل إلى السلطة لمدة فترتين. هذه هي المرة شبه الوحيدة التي استطاع فعلا حزب المحافظين أن يصل إلى السلطة بمساعدة كيبك، ولكن بالنهاية القوميين الكيبيكيين يعني هو باتي كيبيكوا البارتي كيبيكوا البارتي كيبيكوا القوميين الانفصاليين في كيبك الاستقلاليين، إذا لم نقل هم لا يحبون كلمة الانفصاليين، يحبون كلمة السياديين أو الاستقلاليين. البارتي كيبيكوا الذي كان يطوق للاستقلال ولم فتحالف مع موروني لدحر الليبراليين، لأن كان الليبراليون دائما يحاولون تركيز السلطة في أوتاوا. طيب أستاذ حسن، ربما نتحدث عن هذه التحالفات لاحقا، لكن حتى تتم الصورة بالنسبة للتاريخ تاريخ حزب المحافظين وامتداداته، هل حزب المحافظين كان له أي امتدادات خارج كندا، أم جميع الأحزاب بما فيها المحافظين ليس لهم أي امتدادات خارج كندا؟ السؤال بشقين، كان له ولا يزال له امتدادات خارج كندا عقائديا، أما تنظيميا ليس هنالك ارتباطات، والدكتور نور سيصحح لي إذا كنت مخطئا. الامتدادات خارج كندا هي امتدادات عقائدية أكثر مما هي تنظيمية. يعني فيما مضى مثلا المحافظون قبل التحالف الكندي كانوا إلى حد ما يميلون إلى المحافظين في بريطانيا العظمى، بينما التحالف الكندي والذي ساهم كثيرا بتشكيل العقيدة أو الأيديولوجية للحزب المحافظ الآن يميل أكثر للمحافظين في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كنا نرى أن المحافظين لفترة طويلة كانوا يتحالفون أو على الأقل يسيرون في ركب الولايات المتحدة الأمريكية، الجمهوريين بينما الليبراليون يحاولون بطريقة أو بأخرى ولا ينجحون دائما بالحفاظ على نوع من الاستقلالية الكندية ولو على استحياء، ولكن يحاول الليبراليون أن يحافظوا برغم ضعف كندا بجانب الولايات المتحدة. الليبراليون وخاصة الديمقراطيين الجدد يحاولون دائما التركيز على استقلالية لكندا تجاه الولايات المتحدة. المحافظون يريدون السير في ركاب الولايات المتحدة. الليبراليون ما بين بين. هذا من الناحية العقائدية. أما تنظيميا ليس هنالك أي علاقة تنظيمية، وسنتطرق لهذا فيما بعد، حتى ما بين الأحزاب التي اسمها حزب المحافظين على الصعيد الفيدرالي والأحزاب الأخرى التي اسمها المحافظون أو بعض الأحيان التقدمين المحافظون في المقاطعات، ليس هنالك علاقة عضوية تنظيمية. بشكل عام نجد أن المناضلين بشكل عام، المناضل في الحزب المحافظ في مقاطعة ما بشكل عام هو مناضل في الحزب الفيدرالي، ولكن ليس هنالك علاقة تنظيمية، وهذا الكلام ينطبق على بعض الأحزاب الأخرى أيضا. ولكن فقط نقطة ليس للتركيز على التاريخ، ولكن الذي أوصلنا لما نحن هنا، يعني عندما بدأت أتكلم عن التحالفات لأنها هي التي أسست يعني ظهور الحزب الإصلاحي أو الريفورمست بارتي ومن بعد ذلك التحالف الكندي، كان للاحتجاج على التحالف العريض الذي شكله موروني مع القوميين الكيبيكيين، وفشل في إعطاء القوميين الكيبيكيين ما كانوا يتوقون إليه، فخسر تحالفاته في كيبك ونشأ الحزب لبلوك كيبك والكتلة الكيبيكية التي هي استقلالية وشكلت في فترة من الفترات المعارضة الرسمية في البرلمان الفيدرالي. ومن ناحية اليمين من ناحية الغرب نشأ حزب الإصلاحيين، يعني الذي ساهم في وصول الإصلاحيين ومن ثم التحالف الكندي ومن ثم الحزب المحافظ الذي نعرفه اليوم، هو فشل التحالف الذي قام به موروني مع الاستقلاليين الكيبيكيين لحل المسألة الدستورية مع المفاوضات الدستورية والاستفتاء حول مقترحات ليك ميتش، بحيرة ميتش. دكتور نور، كنت بدك تحكي إيش؟ بالطبع يعني سؤال مهم جدا. الحزب المحافظين هو حزب كندي بامتياز، له امتدادات خارجية
ضمن تحالف المحافظين ككل، وما يسمى بـ The Democratic Union، والذي يرأسه حاليا في الدورة ستيفن هاربر رئيس وزراء كندا الأسبق. هو تحالف المحافظين في كل دول العالم، في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وكندا وعدة دول أوروبية وغير أوروبية تنضوي تحت هذا التحالف. الجدير بالذكر أن كل الأحزاب لديها تحالفات مناظرة على هذه المستويات. هنالك الانترناشنال سوشالست مثلا، معظم الأحزاب الاشتراكية تنضوي تحت هذا التحالف. هنالك الانترناشنال ليبرالز، والأحزاب الليبرالية تنضوي أيضا تحت هذا التحالف. في تاريخ كندا الحديث وبعد عام 1940 عندما تنظم المحافظون، فازوا بالسلطة المرة الأولى في تاريخ كندا الحديث في العام 1957 عندما جاء جون دايفن بايكر وشكل حكومة لمدة لستة سنوات من 1957 إلى عام 1963، وبعدها خسر لمصلحة سان لوران رئيس الوزراء الليبرالي. كان هنالك مرة ثانية عندما ربح حزب المحافظين الانتخابات في عام 1979 بقيادة جو كلارك، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ كندا، كان عمره 39 عام جو كلارك. الجدير بالذكر أن ما نسمعه الآن مثلا، جو كلارك كان قد وعد بنقل سفارة كندا في تل أبيب إلى القدس، وهذا وعد أقامه في العام 1979 قبل الانتخابات، وخالف بوعده عندما رأى أن الموضوع دستوريا ودوليا قد يواجه الكثير من العقبات. لم تقوم حكومة جو كلارك، أو لم تعيش حكومة جو كلارك الكثير، تسعة أشهر فقط، وخسر المحافظون الانتخابات مرة أخرى لرئيس وزراء بيير إليوت ترودو لمصلحة الحزب الليبرالي، علما أن الحزب الليبرالي، أن بيير إليوت ترودو كان قدم استقالته من زعامة الحزب الليبرالي، وكان الحزب الليبرالي يخطط لاختيار زعيما جديدا له، وسقطت حكومة جو كلارك في الانتخابات، ومن ثم دعا حزب الحزب الليبرالي بيير إليوت ترودو لترأس الانتخابات مرة أخرى. ستيفن هاربر كان الرئيس الوزراء الذي المحافظ الذي فاز في العام 2006، لكن ستيفن هاربر كان لديه عمل كثير تحضيري قبل هذا الشيء. كما أشار أخي حسن، في العام 1993 بريستون مانينغ هو قاد حركة الإصلاح الريفورم بارتي، وذهب بالحزب أكثر يمينية، ومن ثم حزب التحالف Canadian Alliance جاء بزعامة ستوكويل داي وخاض الانتخابات وخسر الانتخابات. على المقلب الثاني، Progressive Conservatives أو المحافظين التقدميين كانوا ما زالوا في السلطة، لكنهم تراجعوا كثيرا، وفي انتخابات زعامة ذلك الحزب فاز بيتر ماكي، عندما قام باتفاق مع ديفيد أورشيت بأنه لن يقوم تحت أي ظرف من الظروف بالتحالف مع حزب التحالف الكندي Canadian Alliance، لكنه عندما فاز في انتخابات زعامة الحزب التقدميين المحافظين التقدميين قلل في اتفاقه مع ديفيد أورشيت، وانتقل ديفيد أورشيت وترك الحزب وانضم إلى الحزب الليبرالي. كذلك سكوت برايسون كان أحد المرشحين الذين تركوا الحزب المحافظين. دكتور نور، اسمح لي. نعم. يعني لو قبل ما يعني ندخل
عميقا في الجولات الانتخابية للحزب، هل يمكن قبل ذلك أن نعرج على الأفكار الأساسية للحزب والبنية التركيبية والتنظيمية الداخلية للحزب؟ بالطبع، يعني الحزب كما قلنا أنه حزب يميل إلى اليمين. الشيء الذي أشاره أخي حسن من اتفاقية ميتش ليك مثلا، هذه جاءت على خلفية ما قام به برايان ماروني. برايان ماروني عندما فاز في العام 1984 في حكومة أغلبية، في العام 1987 حاول أن يجري تعديلات دستورية لينقل بعض السلطات من الحزب الأحزاب الفيدرالية من الحزب الفيدرالي أو من الحكومة الفيدرالية إلى الحكومات المقاطعات، وكان هنالك شبه اتفاق كامل. ولكن عندما عقدوا اتفاقية ميتش ليك كان هنالك بعض التغييرات في انتخابات المقاطعات في نيو برونزويك ومانيتوبا، وصار هنالك إخلال في هذه الاتفاقيات، مما حدا برئيس الوزراء برايان ماروني آنذاك إلى أن يؤجل تلك الاتفاقات وأن يعملوا اتفاقية ثانية في شارلوت تاون على غرار بيتش ليك، وهي أيضاً لنقل السلطات، الكثير من السلطات من الحكومة الفيدرالية إلى حكومة المقاطعات، ووضعوها لاستفتاء شعبي كانت قد خسرت في العام 1992 في ذلك الاستفتاء الشعبي. من ضمن هذه الأيديولوجيات التي يقوم بها حزب المحافظين هي دعمه للتجارة الحرة. فمثلا اتفاقية نافتا التي قام ترامب بتعديلها وفرضها على المكسيك وكندا مؤخرا، كانت قد وقعت في العام 1992 بزعامة وبقيادة برايان ماروني في كندا. الأحزاب المحافظة هي من أكثر الأحزاب الداعمة لاتفاقيات التجارة الحرة أو ما يسمونه liberalized economy أو تحرير الاقتصاد على هذه في هذه المستويات. فحكومات في الحزب المحافظين يحاول أن يكون يشكل حكومات صغيرة، أن يكون فيسكالي كونزرفاتيف بالنسبة للأموال، فهو يحاول بأكثر الأحوال أن يقوم على الموازنة أو إيجاد موازنة في الاقتصاد رابحة. اتفاقيات تجارة الحرة، تركيزه اقتصادي أكثر. بالنسبة للضرائب، تخفيض الضرائب هي أحد الأمور التي يطرحها في سياساته، بالأخص على الشركات. هذا في جله ما يمكن أن نقوله في الإجمال عن حزب المحافظ. بالنسبة لسياسات الدفاع، فهو الأحزاب المحافظة تحاول أكثر الإمكان أن تسرف في ميزانيات الدفاع، وهذا يتماشى مع قوله أخي حسن في البداية أن الأحزاب المحافظة تحاول أن تتماشى في أفكارها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي جله يعود إلى وجودنا في كعضو في الناتو والدفع أكثر على سياسات الحرب والإسراف. أحب أذكر الجمهور أنه سنقوم إن شاء الله بالاطلاع على جميع الأسئلة في نهاية الحديث، فإذا عندكم أي استفسارات أو أسئلة ضعوها في الكومنتس وإن شاء الله حنجاوبها واحد واحد، لن نترك أيها. لكن حابين الآن نعطي بشكل عام الصورة عن هذا الحزب، لأنه أتوقع أنه يمكن نحتاج حتى أكثر من حلقة، فهنحاول نستفيد قدر الاستطاعة بحيث أنه نعطيك المعلومة كاملة. مهندس حسن، أنا عندي سؤال
زي ما حكينا الحزب المحافظين أو الكونسيرفاتيفز هو حزب فعليا جديد، ولكن حقيقيا هو امتداد لأحزاب أو حزب سابق أو عدة أحزاب سابقة تكتلت ثم تفرقت ثم تكتلت. هل هناك تغيرات كبيرة بين بداية هذا الحزب إلى ما وصل عليه من حيث أيديولوجية أي فكر، أم هو بقى في اليمين في أقصى اليمين ولم يكن هناك أي أيام مثلا تقدم إلى الوسط أو حتى إلى اليسار، أم بقي دائما إلى اليمين؟ التطور الحزب كتطور السياسة الكندية بشكل عام ليست تطورا بخط مستقيم. الذي حصل أن الحزب ذهب بعض الشيء إلى اليسار في أيام موروني، وحتى قبل أيام موروني عندما تغير اسمه من الحزب المحافظين إلى حزب التقدمين المحافظين، لأن يعني ذهب بعض الشيء إلى اليسار أو على الأقل إلى يسار الوسط أو إلى يسار الوسط، ولكن عندما اشتركوا مع حزب الإصلاح الذي أصبح فيما بعد كما قلنا التحالف الكندي، كما قلنا حزب الإصلاح بريستون مانن كان شعبويا ويمينيا إلى حد ما، أكثر يمينية من الحزب التقدمي المحافظ. الذي حصل مع بهذه الفترة التاريخية كان الحزب التقدمي المحافظ لا يزال موجودا، وكان بزعامة جو كلارك الذي كما تفضل أخي الدكتور نور أنه ترأس الوزارة لمدة 9 أشهر. ولكن بشكل عام التقدم المحافظ كان إلى حد ما أكثر يسارية أو بإمكاننا نقول أقل يمينية من حزب الإصلاح، وأصبحت هنالك المنافسة من سيمثل فعلا تطلعات أو طموحات المواطنين اليمينيين، وبدأ النجم الحزب الإصلاح يعلو، وحظوظ الحزب الديمقراط الحزب التقدم المحافظ يخفت. وبالتالي في أحد الفترات عندما بدأت المفاوضات لتشكيل الحزب حزب المحافظين كما نعرفه الآن، وصلت مرحلة أن حزب التقدم المحافظ وصل إلى المرتبة 5 في البرلمان، بينما الإصلاحيين أصبحوا هم المعارضة الرسمية، لم يصلوا أبدا لا التحالف الكندي لا تحت اسم التحالف الكندي ولا تحت اسم الحزب الإصلاحي للسلطة، ولكنهم توصلوا لأن يكونوا هم المعارضة الرسمية. يعني بعد فشل موروني أو بعد نهاية عهد موروني جرت هنالك انتخابات، المعارضة الرسمية كانت من بلوك كيبيكوا الذي هو فقط من كيبيك الكتلة الكيبيكية. الانتخابات التي تلاها أتى حزب الإصلاحيين الذين هو من غرب كندا، وهذان الحزبان هما انفصاليان. يعني كانت المعارضة الرسمية في البرلمان إما ما بين الريفورم الذي هو الإصلاحي أو البلوك كيبيكوا، بينما الحزب المحافظ القديم الذي هو التقدمي المحافظ وصل إلى الرتبة 5، فاضطروا للاندماج. عندما اندمجوا طبعا كما نعرف دائما السياسة هي فن الممكن، الريفورم أو الإصلاحيين أو التحالف الكندي خفف من سطحاته اليمينية إذا بإمكاننا أن نقول، وتخلى إلى حد ما عن شعبويته، بينما التقدمين الجدد التقدمين المحافظون الذين دخلوا في الحزب الجديد ذهبوا شيئا ما إلى اليمين. ولكن أنا متأكد أن أخي الدكتور نور يوافقني في الكلام أن الأحزاب الكندية بشكل عام هي أحزاب مصالح أكثر مما هي أحزاب عقائد. العقيدة موجودة ولكن بشكل عام هي كما نقول فن الممكن. يعني قد تجد بحزب المحافظين من هو على يسار الحزب قد تجده أكثر يسارية من بعض الليبراليين، وتجد الليبرالي العضو بالحزب الليبرالي الذي هو يميني قد تجده يمينيا أكثر من بعض اليمينيين في الحزب المحافظ. لذلك هنالك تعبير يقال عنه ريد توريز أو المحافظون الحمر، كانوا معروفين فترة طويلة، يعني هم كانوا محافظين بالحزب المحافظ وحتى كانوا بالوزارة، وهم أكثر يسارية من غالبية الأعضاء في الحزب المحافظ. يعني خلاصة الحديث، تكلمت كثيرا ولكن خلاصة الحديث أن حزب المحافظين اليوم ورث
عن الأحزاب التي سبقت أمورا كثيرة، وأصبح حيث هو الآن في وسط اليمين أو في يمين الوسط. طيب أنا أود من دكتور نور أن يوضح لنا تركيبة والهيكل التنظيمي لحزب المحافظين. الآن نحن نتحدث عن الحزب من الداخل، كيف هو من الداخل، علاقته على المستوى الفيدرال مع البروفنس. قلنا أنه وجود أسماء في للمحافظين في المقاطعات لا يعني أن لهم ارتباط مع المحافظين، لكن بعض المقاطعات له تواجد فيها، فكيف تتصل هذه الشرايين والأوردة مع بعضها البعض؟ ما هي التركيبة الداخلية والهيكل التنظيمي الداخلي للحزب، وكيف يتم انتخاب رئيس الحزب والتسلسل في المستويات المختلفة للحزب؟ ممتاز، دعني أوضح شيئاً. في البداية هنالك فرق بين رئيس الحزب وزعيم الحزب. رئيس الحزب في كندا هو بمثابة أمين عام، هو مؤتمر على الحزب، هو ينتخب في المؤتمر وليس لديه أي سلطات سياسية في الحزب. زعيم الحزب هو الذي في أغلب الأحيان يرأس، لديه جولة عنوانان أو مهمتان، يرأس الكتلة البرلمانية في الحزب ويقود الحزب في السياسة العامة في كندا. معلش بالإنجليزي دكتور المصطلحين لرئيس الحزب. President و leader. يعني leader يعني إذا وضحنا مثلا في الحزب الليبرالي الكندي اليوم جوستان ترودو هو الليدر تبع الحزب، هو زعيم الحزب، بينما رئيس الحزب أو رئيسة الحزب هي سيدة كوان، تنتخب في المؤتمر وليس لديها، هي مسؤولة عن مالية الحزب وما إلى ذلك، وليس لديها أي دور سياسي في المطلق. كذلك بالنسبة لحزب المحافظين، اليوم أندرو شير هو زعيم الحزب، هو رئيس الكتلة في البرلمان، هو خاض الانتخابات ربح الانتخابات لزعامة الحزب وقاد الحزب إلى الانتخابات العامة، بين السيد لوب هو رئيس الحزب وهو وعمله هو شأن داخلي داخل الحزب. عندما نتكلم يعني هذا التوزيع ما بين زعيم الحزب ورئيس الحزب، هل هذا يعطي صورة من الاتزان والثبات الداخل للحزب بحيث أنه لا يكون هناك تغيير كبير؟ في حالة صار في تغيير كبير على الزعيم لا يكون هناك تغيير كبير داخليا، فيعطي توازن واتزان وثبات؟ يعني رئيس الحزب والهيئة الإدارية في الحزب التي تنتخب في المؤتمر لديها، هم الذين يحضرون مثلا للانتخابات، يقومون بتحضير الانتخابات الداخلية في الحزب، تنظيم الحزب. الحزب المحافظين مثل كل الأحزاب الكندية لديه دوائر انتخابية، لديه ممثلين في كل الدوائر الانتخابية، يعني هنالك 338 دائرة انتخابية في كندا. حزب المحافظين يرشح مرشحين في كل الدوائر، ولديه في كل دائرة ما يسمى بالرايدنج أسوشيشن أو الهيئة الإدارية للحزب في تلك الدائرة، لها رئيس ولها مجموعة من المتنفذين يقومون بأدوار التواصل وجمع الأموال والتحضير لإدارة الحملات الانتخابية المحلية. هؤلاء يعودون بحركتهم وباتصالهم مباشرة مع رئيس الحزب وليس مع زعيم الحزب. أما بالنسبة لزعيم الحزب، زعيم الحزب ينتخب في حزب المحافظين بطريقة مختلفة عن بعض الأحزاب الأخرى. حزب المحافظين يعطي التوازن كاملا لكل الدوائر الانتخابية بغض النظر عن عدد الأعضاء. يعني مثلا يمكن أن يكون حزب المحافظين ولديهم انتخابات لزعامة الحزب حاليا وهنالك أربع مرشحين،
كل دائرة انتخابية لديها 100 نقطة في الانتخابات. يمكن أن يكون هنالك دائرة فيها 5000 عضو للحزب لها 100 نقطة، ويمكن أن يكون هنالك دائرة أخرى فيها 20 عضو للحزب وهي بوزن 100 نقطة. فوقت الانتخابات كل دائرة لها نفس الوزن في الانتخابات الداخلية الحزبية. فمثلا نحن نعرف أن الغرب الكندي هو يميل أكثر إلى حزب المحافظين، فقد ترى في كالجاري سنتر مثلا 5000 عضو لحزب المحافظين، وفي انتخابات زعامة الحزب هؤلاء 5000 عضو يشكلون 100 نقطة. وقد تجد دائرة مثلا في كيبيك بسان جان ريشيليو هنالك 20 عضو للحزب المحافظين، وهؤلاء 20 عضو يشكلون 100 نقطة في الانتخابات الداخلية في الحزب. جرت العادة أن الانتخابات الداخلية في الحزب يكون فيها مرشحين من كل الأطياف. فمثلا في الانتخابات السابقة لزعامة الحزب الكل قال أن مايكل تشونغ أحد النواب الكنديين في حزب المحافظين عن مقاطعة أونتاريو، قيل أنه يريد أن يضع كاربون تاكس مثلا، وقد يكون ريد توري أو أنه مرشح ليبرالي. وما قاله أخي حسن في المقدمة أن الأحزاب الكندية تتبلور وتتغير، وفي نفس الحزب يمكنك أن ترى يميني ويساري ووسطي. الحزب في السياسة العامة ككل هو حزب يميني، لكنك في اليمين قد ترى تمايزات. فمثلا ماكسيم برنييه كان إلى أقصى اليمين، ومن ثم افترق عن حزب المحافظين وشكل حزب الشعب الكندي، وكان شعبويا مثل بريستون مانينغ أو على أقصى اليمين، حتى أنه قيل أن بريستون مانينغ كان من الممكن أن يدعم حزبه كونه يحمل نفس الأيديولوجية. أما في داخل الحزب اليوم فنرى خصاما بين عقيدتين، ما يسمى بالسوشيال كونزرفاتيفز والبروغريسيف كونزرفاتيفز. السوشيال كونزرفاتيفز اليوم هم يشكلون بالنسبة لحزب المحافظين بعض الخلفيات الدينية داخل الحزب، فهم ضد زواج المثليين مثلا، ضد الإجهاض، ويدعمون ضد مثلا same sex marriage education. هؤلاء يسمون بالسوشيال كونزرفاتيفز. واليوم في انتخابات زعامة الحزب لدينا مرشحين من هذا النوع، هما السيد لاسلين والسيد سلون، وهما قد يشكلان ما مجموع حوالي 15% من أصوات الحزبيين الداخليين داخل الحزب المحافظين. أما في المقدمة فلدينا مرشحين قويين، هم إيرين أوتول وهو وزير سابق في حكومة ستيفن باركر ونائب حالي عن منطقة كلارنتون، والسيد بيتر ماكي الذي كان زعيما لحزب المحافظين التقدميين، والذي أبرم اتفاق الوحدة في العام 2003 مع ستيفن هاربر من حزب الألايانس، وشكلوا ما يسمى حزب المحافظين اليوم، ولم يترشح لزعامة حزب المحافظين آنذاك، فقد ترك المجال للسيد ستيفن هاربر. وبعد فاز ستيفن هاربر بزعامة الحزب عينه نائبا لزعيم الحزب، وكان دائما في وزارة متقدمة مع السيد ستيفن هاربر، فقد كان وزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية ووزيرا للعدل، وكان نائبا ممثلا عن منطقة نوفا في نوفا سكوشيا. وفي العام 2015 قرر أن لا يترشح إلى الانتخابات ليعود بعد دورة كاملة
وبعد خسارة حزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة ليطرح نفسه كاسما كبيرا لزعامة حزب المحافظين، وهو اليوم يتصدر المرشحين لزعامة الحزب. هذا هو بيتر مكي. بس أنا عفوا سؤال سريع، ذكرت أنه قد يكون داخل الحزب من يحمل أفكارا مختلفة قليلا أو تميل أكثر إلى اليسار، ومنهم من يميل أكثر إلى الوسط، ومنهم من يميل أكثر إلى اليمين. حين يكون هناك تشكيلة بهذا الشكل، طيف بهذا الشكل داخل البرلمان، هل هناك مساحة من الحرية لعضو الحزب أن يتصرف باستقلالية معينة، أم بالنهاية الجميع يجب أن يلتزم بصوت واحد ونفس واحد وعمل واحد؟ مع الأسف هذا ما نراه في جميع الأحزاب الكندية. زعيم الحزب يختصر الحزب في أغلب الأحيان، هذا ما رأيناه في كل الأحزاب. المثال الأبرز هو في الحزب الليبرالي، كون الحزب الليبرالي في الوسط وقد يميل إلى اليسار أو إلى اليمين. فمثلا كنا مع جان كريتيان كان الحزب أكثر إلى اليسار، وعندما جاء بول مارتن ذهب الحزب أكثر إلى اليمين، يمين الوسط، وكل منهما جاء بسياسات مختلفة عن الآخر، علما أنهما كانا منافسين داخل السلطة في الحزب الليبرالي، فترشحا ضد بعضهما في العام 1990 لزعامة الحزب. وعندما فاز كريتيان جاء بول مارتن معه كوزير للمالية، وكان هنالك خلاف واضح بين الرجلين القويين داخل الحزب. كذلك الأمر بالنسبة لحزب المحافظين. اليوم نحن مثلا نرى أن بيتر مكي يقول أنه سيشارك بالجي باريد أو يدعم زواج المثليين، بالوقت الذي ترى مثل ديريك ستون أو السيدة لاسلين هم على العكس تماما ضد هذا التوجه في هذه السياسة. قد نرى أيضا بعض السياسات فيما يعود للعلاقة مع المقاطعات، البعض يكون أنه يريد المقاطعات أن تأخذ دورا أكبر، فيما البعض الآخر يريد المقاطعات أن تأخذ دورا أقل. بالنسبة لسياسات البيئة، رأينا أن هنالك أناس في حزب المحافظين هم يدعمون الكربون تاكس، وهنالك أناس يقولون أن الكربون تاكس هو سرقة وهم ضد هذه السياسة. فمن يفوز في زعامة الحزب يفرض آراءه، ورأينا هذا الشيء في الانتخابات الماضية عندما فاز السيد أندرو شير. كان السيد ماكسيم بارنيه في أغلب الوقت كان هنالك 14 مرشحا، وفاز السيد بارنيه في كل الأصوات في كل الجولات إلا في الجولة الأخيرة خسر بأقل من نصف في المئة، وكونه كان لديه كل ذلك الدعم لم يأخذ حزب المحافظين بآرائه أبدا، لا بل طلبوا منه أن يتنحى من حكومة الظل أولا، ومن ثم انفصل هو عن الحزب ليشكل حزبا آخر، كونه يقول أن سياساته، وهو أحد أعضاء حزب المحافظين وكان وزيرا للخارجية وكان وزيرا ل small business وكان وزيرا للصناعة في كندا، وكل ذلك مع كل ذلك رأى أن سياساته مختلفة كليا عن سياسات غريمه في نفس الحزب. زعيم الحزب قد يقرر. فعلا دكتور رأيناه في خاصة في الانتخابات الأخيرة كان إلى أقصى اليمين، يعني كان وللأسف طبعا أو لم يحصل على أي مقاعد في البرلمان في الانتخابات الأخيرة. مهندس حسن، بدي أسألك سؤال، رح نبقى في هذا الموضوع، موضوع الانتخابات، رئاسة الحزب، لأنها أعتقد هو الموضوع الأهم في موضوع نقاشنا اليوم. لماذا تحدث هذه الانتخابات؟ يعني الآن رئيس الحزب هو أندرو شير، هو زعيم الحزب، زعيم الحزب،
أعيد انتخابه، وهو يجلس الآن في كحزب معارض في البرلمان. لماذا يتم إعادة انتخاب زعيم الحزب؟ هل لأنه غير قادر على الاستمرار؟ هل لأنه خسر الانتخابات؟ يعني إيش الأسباب اللي بتصير؟ ناس كثير عم تسأل هذا السؤال. سؤال صريح واضح جدا، لأنه ليس عربيا، يعني في 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 بلاد العرب يا أخي، لنكون صريحين، من المضحكات المبكيات أن الزعماء العرب حتى ولو أحدهم خسر الحرب وخسر نصف الوطن وخسر يبقى ملصقا به على المقعد. هنا لا أستاذ حسن، يعني نعم. معلش، هناك تقاطعات أيضا، يعني لما سمعنا أنه زعيم الحزب هو الذي يفرض سياساته ويفرض عمله ويفرض منهجه ويفرض كل شيء، هناك أنا أحسس نفسه نتحدث عن زعيم عربي. طبعا لأنه ليس عربيا، لأنه ليس عربيا خسر الحرب يضع استقالته أمام الناس، لأنه هو قد يستقيل ويترشح لخلافة نفسه، وهذا ما الذي حصل مع جو كلارك. جو كلارك كما تحدثنا سابقا، جو كلارك في 79 عندما كان رئيسا للوزراء لمدة 9 أشهر وخسر الانتخابات بوجه بيير إليوت تريدو، كان هناك الضغط امتعاض داخل الحزب واستقال، قدم استقالته وقال سأكون مرشحا لأخلف نفسي، ولكنه خسر الانتخابات. وتحصل مع كثيرين من الزعماء، يعني يقدمون استقالتهم لأنهم خسروا مفصلا تاريخيا من مسيرة الحزب الذي هو الانتخابات. يعني الأحزاب الموجودة، قد تجد في العالم العربي أحزابا موجودة قبل أن يولد أي واحد منا، ولا تزال مستمرة. بينما هنا في كندا الأحزاب بشكل عام هدفها الأساسي هو الوصول إلى السلطة. الحزب ليس هناك الكثير من الأحزاب إلا إذا كانت أحزابا عقائدية 100%، هي تناضل من أجل الفكرة أكثر مما هي تناضل من أجل الوصول إلى السلطة. بينما الأحزاب التي تحدثوا عنها بشكل عام كالحزب حزب المحافظين والليبراليين والديمقراطيين الجدد، وكل هذه الأحزاب تصارع للوصول إلى السلطة. عندما يتقدم أحدهم للانتخابات ويخسر الانتخابات، من الطبيعي أن يقدم استقالته، قد يجبر وقد لا يجبر. فكثيرا منهم يستقيل قبل أن يحصل انقلاب عليه. يعني لو لم يستقل ستيف لو لم يقدم استقالته، مع الوقت كان سيتململ الناس داخل الحزب وسيقولون بما أنه خسر هذه الانتخابات ليس مؤهلا لأن يربح الانتخابات التي تليها، فيكون نوع من الانقلاب الشعبي أو الحزبي ضده في الحزب، ومن هنا حفاظا على ماء وجهه الزعيم الذي يخسر الانتخابات يقدم استقالته. إذا كان مقتنعا ستيفن هاربر نفس الشيء استقال، إذا كان عنده قناعة أنه هو على حق وأن الظروف معينة منعته من الفوز بالانتخابات، قد يترشح كما فعل جو كلارك وكما فعل كثيرون من زعماء الأحزاب الذين استقالوا ومن ثم ترشحوا. لذلك يضطر زعيم الحزب قبل أن يطلب منه التنحي يتنحى حفاظا على ماء وجهه. هذا الذي يحصل. بينما إذن هل هي عادة بعد خسارة الانتخابات أنه يستقيل رئيس الحزب إذا خسر؟ هي عادة ولكن ليست شرط. مثلا برودمان، أد برودمان الذي كان زعيما تاريخيا للديمقراطيين الجدد، خسر العديد من الانتخابات ولكنه كان قائدا تاريخيا، وكان الحزب موجودا ليكون ضمير البرلمان أكثر مما ليس من وصول إلى السلطة، كان فقط ليوصل الصوت التقدمي للبرلمان. وبالتالي أد برودمان مع أنه لم يصل إلى السلطة ولم يصل حتى لأن يكون زعيما للمعارضة الرسمية، بقي في زعامة الحزب فترة طويلة. وهذا ما حصل مع ريني ليفيك في كيبك عندما أسس الحزب الكيبكي، خسر جولتين انتخابيتين ولكنهم وحتى لم يفز حتى هو بمقعده في الانتخابات. يعني كان يدير حزبه من خارج البرلمان وبقي للانتخابات الثالثة بعد تأسيس الحزب فاز برئاسة الحكومة. يعني هي المسألة ليست قانونا لا يمكن الإخلال به.
لكنها هي مقدرة. عادة مقدرة، لكنها مقدرة. يعني إذا كان إحنا نتحدث عن وجود زعيم ووجود رئيس، والزعيم في الظاهر أنه يعني الوظيفة تبعته الأساسية أن يقود حزبه نحو الفوز في الانتخابات بشكل أساسي، فإذا يعني أخفق في هذا الأمر فيعني أنهى وجود، لن يكون له، ما دوره يعني سيكون بعد ذلك يعني. دعني أضيف، تفضل. نقطة أخرى، كما تقدم الدكتور نور أن رئيس الحزب يفرض سياساته كذا، حصل كثر مثلا مع ستيفان ديون. ستيفان ديون كان رئيس الحزب، كان زعيم الحزب عفوا، كان زعيم الحزب، ومن ثم اضطر للاستقالة وأتى بعده جيستين تريدو، بقي فترة وجيزة في حكومة جيستين تريدو، ولكن في النهاية اضطر للاستقالة، إما أقيل أو استقال لا ندري، ولكنه تم إزاحته. هذا الذي يحصل، ونقول أن هو زعيم الحزب، ولكن في كثير من الأحيان لا يكون زعيم الحزب كشخص بقدر ما يكون منظومة، يعني الدولة العميقة. مثلا الحزب الليبرالي الآن، مع كل مع احترامنا لجميع الليبراليين، ليس جيستين تريدو بالضبط الذي هو يقود، هنالك الدولة العميقة داخل الحزب الليبرالي. يعني في يعني أو حتى أنا شخصيا شاهد على بعض الأمور، يعني يكون جيستين تريدو يريد أمرا معينا، ولكن الدولة العميقة، الأشخاص الذين يحيطون به، يقررون أكثر مما يستطيع هو أن يقرر. دعني أضيف بعض الشيء بالنسبة لاستقالات زعامات الحزب. معظم الأحزاب تقوم بمؤتمرات دورية داخلية داخل الحزب، كل سنتين يكون هنالك دورة، وأنا حضرت عشرات المؤتمرات في عدة أحزاب. يمكن لأي شخص أن يدفع مالا ليحضر أي مؤتمر في أي حزب، ليس عليك أن تكون عضوا في ذلك الحزب. هنالك ما يسمى في المؤتمر أوبزيرفر، تدفع $1,500 تحضر مؤتمر الحزب الليبرالي، حتى لو مراقب. مراقب يعني تكون مراقب كمراقب، ويمكنك أن ترى وتحضر كمشارك في المؤتمر، لكنك لا يمكنك أن تنتخب. وحضرت العديد مع كل الأحزاب الكندية، كل في كل انتخابات، في كل مؤتمر هنالك سؤال يطرح في بعض الأحيان لإعادة انتخاب زعامة الحزب أو تصويت على أداء زعيم الحزب. فزعيم الحزب عندما يصوت على أدائه، يقال أنه إذا لم يحصل على 50% فهو يسقط حكما، وأما إذا حصل الغالبية يقولون أن ما يسمى threshold أو الرقم الذين يجي أن يتخطوه 70%، إذا حصل على أقل من 70% ليحفظ ماء وجهه يستقيل. فمثلا في آخر مؤتمر في أدمنتون للحزب الديمقراطي الجديد، كان السيد مولكير كان خسر الانتخابات، وكان يريد أن يبقى في زعامة الحزب الديمقراطي الجديد، وكان البعض من النواب ينتقدون بأنه كان قد وضع إلى نفسه رقما أنه إذا حصل على 60% فيما يسمى leadership review أو تقييم زعيم الحزب فهو سيبقى زعيما للحزب. فتفاجأ الجميع أنه حصل فقط على 48%، وأوتوماتيكيا خسر وأصبح خارجا. كما قلت في البداية أن زعيم الحزب لديه موقعان، موقع أنه هو زعيم الحزب المنتخب في المؤتمر، وهو زعيم الكتلة البرلمانية، أوتوماتيكيا يصبح زعيم الكتلة البرلمانية. ولكن فيما لو أن البرلمانيون قرروا أن يصوتوا ضده، فهو يخسر قيادته للكتلة البرلمانية حتى لو بقي زعيما للحزب في المرة. وهذا ما حصل مع السيد ستيفان ديون. ستيفان ديون كان زعيما للحزب، وفي العام 2008 قرر أن يشكل حكومة مع الديمقراطيين الجدد وحزب الكتلة الكيبيكية، فعلق البرلمان السيد ستيفان هاربر، وحصل انقلاب داخلي في البرلمان الكندي
بينما نواب الحزب الليبرال فكان هناك 47 نائبا من أصل 86 ليبرالي دعموا مايكل إغناتييف. فذهبنا بعطلة لمدة شهر، وستيفان ديون أزيح من مكانه كزعيما كرئيس الكتلة البرلمانية، وأصبح مايكل إغناتييف رئيسا للكتلة البرلمانية. وفي الانتخابات التي حصلت في مؤتمر فانكوفر في العام 2009 عاد إغناتييف ليربح الانتخابات بعدما ترشح ضده السيد بوبري والسيد دومينيك لبلان، وانسحب لمصلحة السيد مايكل إغناتييف. دكتور نور، بما أنه نتحدث الآن عن الزعامة وتبادل المواقع في الزعامة بسبب الانتخابات، دعنا نتحدث عن المحطات الرئيسية لحزب المحافظين في الانتخابات المختلفة في كندا. محطات رئيسية على مستوى الفيدرال، محطات رئيسية على مستوى البروفنسز، ما هي التي خاضها حزب المحافظين وكيف كان شكله؟ يعني في العام 1957 فاز جون ديفن بيكر برئاسة الحكومة لمدة 6 سنوات، وهي أول حكومة المحافظة في تاريخ كندا الحديث الذي يعد بعد عام 1942. في العام 79 فاز جو كلارك، وفي العام 2006 بعدما اندمج الحزبان حزب البروغريسيف كونزرفاتيفز والحزب الكنديان ألايانس المحافظين التقدميين والتحالف الكندي، فاز ستيفن هاربر بحكومة أقلية في العام 2006، وفي العام 2008 فاز أيضا بحكومة أقلية، وفي العام 2011 فاز بحكومة أغلبية ليعود ويخسر الانتخابات في العام 2015 لمصلحة جوستان ترودو في الحزب الليبرالي. كأننا نتحدث عن ستة تجارب في هنالك التجربة الكبرى الأكبر اللي هي حكومة برايان مروني في 1984 الذي فاز بحكومتي أغلبية متتاليتين من 84 إلى 93. هاتان الحكومتان شهدتا تغييرا كبيرا في كندا. كانت قصة بيتش ليك وشارلتون أكورد في صلب التعديلات الدستورية الكندية، قصة التجارة الحرة، اتفاقية التجارة الحرة نافتا بين كندا وأمريكا والمكسيك، هي نتاج ما قام به السيد براين مروني. وكان حزب المحافظين في ذلك الوقت من الأقوى، ومنع الحزب الليبرالي بالثاني أكبر خساراته في تلك الحقبة. كانت أكبر خساراته إلى حين تواجه مايكل إغناتييف في العام 2011 عندما خسر الليبراليون مقاعدهم إلى 34 مقعدا، ولكن في الثمانينات كانوا الأضعف في تقدم أمام تقدم حزب المحافظين بقيادة براين مروني. الأشياء المشابهة على مستوى المحافظات، داني يقول بمحافظة بريتش كولومبيا لا يوجد حزب للمحافظين على المستوى المحافظة، فالفيدراليون المحافظون والليبراليون يجتمعون سويا في الحزب الليبرالي في المقاطعة، ولا يوجد حزب محافظ في المقاطعة. بجانبهم ألبرتا لديها أقوى أحزاب المحافظين. كان البروغريسيف كونزرفاتيفز شكلوا حكومات في ألبرتا لمدة 43 عام متتالية. انقسم المحافظون وانشق عنهم ما يسمى بحزب الوايلد روز في ألبرتا، كان بزعامة براين جين الذي كان نائبا فيدراليا، وجيم برنتس المرحوم الذي توفى بحادث الطائرة كان وزيرا فيدراليا، كان رئيسا لحزب البروغريسيف كونزرفاتيفز في مقاطعة في محافظة ألبرتا. جيم برنتس خسر مقعده أمام خسر الانتخابات أمام حزب الحزب الديمقراطي الجديد
بزعامة ريشل نوتلي التي كانت بريمير أو رئيسة لوزراء ألبرتا لمدة 4 سنوات. بعدها جاء جيسون كيني والذي كان وزيرا في حكومات ستيفن هاربر ليرأس حزب المحافظين التقدميين في ألبرتا، وقام بخطة من 5 نقاط على أثرها ليقوم بفوزه بتوحيد الحزبين. يعني قام بخطة أولى ليرأس حزب الحزب المحافظين التقدميين، من ثم ليقوم بتصويت داخل حزبه للاندماج مع حزب الوايلد روز، ومن ثم بعد الاندماج ليربح رئاسة الحزب، ومن ثم ليربح مقعدا فرعيا له، والنقطة الخامسة ليفوز بالانتخابات تحت ما يسمى United Conservative Party أو حزب المحافظين المتحد في ألبرتا. في مقاطعة ساسكاتشوان حزب المحافظين هنالك ما يسمى ساسكاتشوان بارتي، سكوت مو وزعيم حزب المحافظين ساسكاتشوان بارتي، وهو الآن قائدا للمحافظة أو رئيسا لوزارة المحافظة، علما أن محافظة ساسكاتشوان مقاطعة ساسكاتشوان كان قد فاز فيها الديمقراطيين الجدد لأربع دورات متتالية في رئاسة الوزراء في تلك المحافظة. مانيتوبا في نفس المكان هنالك حزب المحافظين والحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد، وتناوب الحزبين الديمقراطي الجديد والمحافظين على رئاسة المقاطعة لعدة دورات. في مقاطعة أونتاريو حزب المحافظين يكاد أن يتقاطع مع حزب المحافظين على المستوى الفيدرالي، وهو الآن بزعامة دوغ فورد وهو يرأس الحكومة في مقاطعة أونتاريو. في محافظة في كيبيك حزب المحافظين هو حزب ضعيف جدا، لكن هنالك حزب جديد وهو الحزب المحافظ كواليسيون أفنير كيبيك أو الكاك بزعامة فرانسوا ليغو، وهو الآن يقود السلطة ويعتقد بأنه حزبا محافظا. في نيو برانزويك يقود المحافظون المقاطعة بعدما فازوا في الانتخابات الأخيرة على الحزب الليبرالي. كذلك الأمر بالنسبة لنيو فاوندن لابرادور، هم في 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 السلطة، خسروا الانتخابات في نوفا سكوشيا، وفي برنس وادوارد آيلاند فازوا في الانتخابات. نرى الآن أن المحافظون في معظم المقاطعات يحكمون، لكنهم خسروا الانتخابات في الجولة الأخيرة أمام في على المستوى الفيدرالي، علما أن السيد أندرو شير كان قد زاد من شعبية الحزب المحافظين، زاد من عدد نوابه من 99 إلى 121، زاد نسبة الانتخاب إلى 34% وفاز بما يسمى بالpopular vote، حصل على أصوات أكثر من الحزب الليبرالي الكندي، وكان يتوخى أن يقود الحزب إلى الانتخابات المقبلة، وكان دائما يقوم بمقارنة مع ستيفن هاربر، لأن ستيفن هاربر قام بنفس الشيء في العام 2004، لم يربح الانتخابات أمام بول مارتن، لكنه زاد عدد نواب الحزب المحافظين، زاد عدد الأصوات، وفي الانتخابات التي تلت فاز في الانتخابات. كان يحاول أن يقوم بنفس الشيء، لكن بيتر ماكي والبعض ما يسمى كما أشار أخي حسن عليها الدولة العميقة داخل حزب المحافظين كانت قد رفضته وقالوا له عليك أن تستقيل الآن لأننا سنهينك في الانتخابات الداخلية في الحزب. واستعمل بيتر ماكي مثلا كنديا بأنه لم يسجل هدفا في الهوكي في لعبة الهوكي على empty net. في لعبة الهوكي في إذا ترك الحارس الشبكة وهنالك أحد المهاجمين أمام الشبكة
ولم يسجل أمام شبكة فارغة يعتبر أنه لاعبا فاشلا. قيل له أن بعد إخفاقات السيد جوستان ترودو العديدة في كندا كرئيس للوزراء وعدة سكاندلز التي قامت له من SNC-Lavalin وخلافاته العديدة، كان عليه أن يفوز في الانتخابات، علما أنه تقدم في استطلاعات الرأي، لكن الليبراليون فازوا في الانتخابات. فقال عنه بيتر مكي أنه أخفق في أن يحقق هدفا رئيسيا أساسيا مضمونا، ويعتبر بذلك زعيما ضعيفا لا يجب أن نعود معه إلى الانتخابات المقبلة. مهندس حسن، كان عندك إضافة؟ إضافة طبعا، هي المسألة مسألة التوقعات. يعني كما قلنا عندما استشهدنا بأدي برودمنت، أدي برودمنت يا جماعة الخير كما قلنا أنه لم يصل إلى السلطة، ولكن لم يكن هنالك توقعات لأن يصل إلى السلطة. بينما المحافظين بعد كل الفضائح التي مني بها، الضربات التي منيها الليبراليون خلال الأول عهد من عهد تريدو، كانوا يتوقعون أنهم سيصلون إلى السلطة. يعني كانوا يجهزون أنفسهم، من سيكون وزير كذا ومن سيكون وزير كذا. لذلك كانت الصدمة كبيرة جدا، مع أنه كما تفضل الدكتور نور حقق نجاحا من ناحية الأصوات الشعبية ومن ناحية عدد الأعضاء في البرلمان. هذه النقطة. النقطة الثانية توضيحا لما قلنا سابقا عن إعادة الثقة بزعامة الحزب بشكل عام قبل المؤتمر، عندما يحدد الزعيم ما هي العتبة التي يريد أن يصل إليها، وكما قال الدكتور نور أنه 50%، ولكن قليلون جدا من يقبلون بالخمسين بالمية. يعني جو كلارك عندما قرر أن يستقيل حصل، لا أذكر كثيرا، ولكن تصور أنه حصل على 75% تقريبا، 70 أو 75%. يعني هذا الرقم ليس دقيقا لأن لم أتأكد منه الآن، أعتمد على ذاكرتي. حقق رقما كبيرا، لذلك فوجئ أنصاره عندما أعلنت النتيجة وقال أنني أستقيل وأفتح باب الترشيح، ولكنني سأترشح لخلافة نفسي، لأنه حصل على عدد لا بأس به من التأييد الشعبي. ولكن نعم، ممكن نستمر معك في مناقشة. الآن تعرفنا على المحطات الكبرى التي كان فيها حزب المحافظين على رأس السلطة، رأس الدولة. لو أخبرتنا عن أهم السمات التي كان يتصف بها حزب المحافظين في حكمه. بشكل عام كما نعرف أنه حزب يميني، بشكل عام اقتصاديا واجتماعيا كان يميل إلى اليمين، ولكنه من ناحية السياسة الخارجية في كثير من الأمور يحتار أحدنا إن كان ليبراليا أو يمينيا. مثلا أعطيك مثلا بسيطا، نظام الفصل العنصري في إفريقيا الذي قاد النضال في الغرب لإسقاط النظام العنصري، نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، هو برين مونروني الذي كان رئيس المحافظين، رئيس الوزراء الكندي من عن حزب المحافظين. هو الذي أقنع رونالد ريغان ليتبنى مسألة مقاطعة وعزل نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وكانت النتيجة كما نعرف أن الآن جنوب أفريقيا لها ما لها وعليها ما عليها، ولكن هنالك نظام ديمقراطي وليس نظام فصل عنصري. يعني كان النظام بشكل عام تحت بولاية براين موروني، كان الحزب المحافظ إلى حد ما يميل إلى الوسط أكثر بكثير من اليمين، بينما عندما أتى هاربر كان يمينيا بالدرجة الأولى من جميع النواحي، من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية. يعني كان كسياسة تصرف خارجيا وكأن كندا هي مستعمرة أمريكية خارجيا. داخليا كان هنالك تضييق كثير على الحرية الشخصية، على المهاجرين، على الأقليات. يعني كثيرون منا يذكرون، من كان منا في تلك الفترة هنا يذكر أن التعامل مع نظام ستيفن هاربر كان نظام تعاملا صعبا جدا.
وكما تسليم بعض المواطنين الكنديين للمخابرات الأمريكية، ومن المخابرات الأمريكية حتى لمخابرات دول أجنبية، ليكونوا ضحايا للتعذيب. يعني حتى نذكر أن ماهر عرار الذي ربح قضيته ضد الحكومة الكندية، وكل ونذكر أن ماهر عرار تم تسليمه ليعذب خارج كندا مع أنه هو مواطن كندي. هذه الأمور، وهذا يعني ليست جولة انتخابية الآن، ولكن بشكل عام أنا أعرف أن الكثيرين من أبناء الجالية لا يريدون أن يسمعوا كلمة حزب محافظين، لأنهم لا يزالون يذكرون سياسة المحافظين تجاه الأقليات بشكل عام وتجاه الجاليات العربية دي بشكل عام. سنتحدث عنها أستاذ حسن هادي، ولكن هذا مجرد أذكرها الآن أستاذ محمد، أذكرها الآن كمثل. نعم. كمثل، لأن سألتني ما هي سياساته، هذه هي سياساته. نعم. سياساته هي نعم. قضية التضييق على الحريات، التضييق على الأقليات، العمل وكأنه مستعمرة أمريكية، إضافة لذلك مساعدة الشركات الكبرى، تخفيف الضرائب على الشركات الكبرى، تخفيف الدين. يعني بشكل عام، بعض الأحيان الحكومة لتكون حكومة مسؤولة تضطر لأن تستثمر ولو ازداد الدين العام، لتستثمر لإيجاد حلول لمشاكل اجتماعية معينة. بينما حزب المحافظين بقيادة هاربر الذي كان يهمه هو الميزانية، ولو خنقت الناس، ولو سببت للناس حرجا اجتماعيا وضائقة كبيرة. يعني كانت سياسة يمينية بالدرجة الأولى. هنالك فرق ما بين ستيفن هاربر وبراين موروني. أوكي. أنا بسأل سؤال أخير، بعرفش الأستاذ محمد عنده إشي، بس سريع هو. حتى نكمل الصورة. تطرقنا للتعليم، تطرقنا للسياسة الخارجية، تطرقنا للاقتصاد، العلاقة مع أمريكا. يعني أرجو أن نتطرق للموقف من الهجرة والمهاجرين. طبعا تطرقنا للاقتصاد، الموقف من الهجرة والمهاجرين، الموقف من التعليم والمؤسسات. ربما دكتور نور تطرق قليلا على التضييق على المؤسسات غير الربحية يعني في فترة هاربر، لكن هل هذه سياسة عامة عند المحافظين؟ وما هي نظرة المحافظين عندما يحكمون بالنسبة للهجرة والمهاجرين وبالنسبة للتعليم؟ السؤال لمن؟ ليو أو لنور؟ للدكتور نور. طيب تفضل. أضف إلى ما قاله أخي حسن أن المحافظين كانوا يمينيين بجميع الأحوال، وقد نرى بعض سياساتهم بالنسبة للسياسة الخارجية قد تنطلي على المهاجرين. فمثلا كان ستيفن هاربر من أكثر الداعمين للحرب على العراق، وحسن حظنا في كندا مثلا أن جون كريتيان الليبرالي كان رئيسا للوزراء وقال لا لجورج دبليو بوش، وأنه لن يكون في الحرب على العراق. ستيفن هاربر والمحافظين في مجمل الأحوال كانوا يحاولون أن يربحوا أصوات الجاليات الإثنية من الكل، وكان السيد جيسون كيني الذي كان وزيرا للهجرة وتعدد الثقافات multiculturalism كان من أكثر الناس الذين ربطوا الحزب المحافظين بالجاليات الإثنية ككل، وتعلم منه بيتر رئيس زعيم حزب المحافظين السابق في مقاطعة أونتاريو الذي أزيح بقدرة قادر في ليلة ظلماء في داخل الحزب، حزب المحافظين. ولكن السيد جيسون كيني هو الشخص الذي رسم كل تلك السياسات داخل حزب المحافظين، وكان من أهم المتواصلين مع
جميع الأثنيات بما فيها الأثنيات العربية والمسلمة والهندية وما إلى ذلك. بالنسبة لسياسات الهجرة داخل حزب الكونزرفاتيف، كان هنالك صراعات سياسية تبلورت في انتخابات زعامة الحزب على كيفية الهجرة. كندا تستقبل حوالي 1% من سكانها في الهجرة سنويا، وبحدود 350 ألف نسمة. كان المحافظون يحاولون أن يغيروا ماهية نوع الهجرة، فمثلا كانوا يريدون أن يأتون بمهاجرين من بعض الدول أكثر من دول أخرى، تركيز مثلا على الفلبين وكوريا مثلا أكثر من العالم العربي. بوقت آخر مثلا كان هنالك سياسات تطرح لزيادة ما يسمى بالإيكونوميك إيميجرانتس، أو المهاجرين أصحاب الرؤوس الأموال الذين يأتون بهجرة، جيب معك 400 ألف دولار ونعطيك بي آر كارد وبتصير أنت وعائلتك مهاجرين، وتخفيف من ما يسمى بالحالات الإنسانية أو اللجوء. فهذه السياسات كانت في حزب المحافظين تميل أكثر إلى سياسات مصالح منها إلى سياسات إنسانية، كما نراها تطرح مثلا داخل حزب الخضر أو الحزب الديمقراطي الجديد أو الحزب الليبرالي في كندا. مثلا ما طرحه جوستان ترودو في ترشيح عندما كان زعيم الحزب الليبرالي، كان سباقا مثلا عندما قال أنه سيأتي خلال شهرين ب 25 ألف لاجئ من سوريا. كانت هذه مفارقة سياسية في الانتخابات بينه وبين ستيفن هاربر من داخل حزب المحافظين. كان يمكن لستيفن هاربر أن يعمل نفس الشيء، لكنه رفض أن يقوم بذلك الشيء تحت ذرائع أمنية وما إلى ذلك. نعم. أنا عندي سؤال للأستاذ حسن، هل تم تحديد leadership election date ولا لسه للconservative party؟ على حد علمي لا لسه. إلا إذا أخي نور عنده معلومات أكثر مني. الذي أعرفه أنه ليس عادة هل في مثلا بيعتبروا الفول ولا ما في شرط أو مثلا يا جماعة الخير نحن أن يكون بجون 7 اليوم أيوه وأجل كما نعرف كورونا غيرت أمورا كثيرة، يعني الذي نحفر الآن يعني ليس هنالك كما قلنا تطور خط مستقيم، يعني الآن كل شيء قابل للنقاش. حتى أنا لا أستبعد أن يتم تعيين رئيس معين، إجبار بعض المرشحين على الاستقالة إذا كانت كل الدلائل تشير أن شخصا معينا سيفوز، قد يجبر الآخرون على الاستقالة كما حصل في الانتخابات. الحزب الليبرالي الكيبيكي الداخلي هنا كان هنالك انتخابات مقررة وكان هنالك مرشحان، ولكن بسبب الكورونا تأجل المؤتمر، ومن ثم طلب أو من أحد المرشحين أن يستقيل وفازت الأخرى التي هي دومينيك أونغلاد. قد يحصل، أنا ليس عندي. تحدد العكس في حزب المحافظين، ستكون الانتخابات بميل إن بالوت، قررت، وأن أعضاء حزب المحافظين الآن كل منهم سيأتي في البريد قائمة، من ضمنها سيكون preferential ballot أو ترقيم المرشحين في الأربعة بالتفاضل من 1 إلى 4، ويعيد إرساله بالبريد ويفرع، ويكون هنالك ممثلين في الدائرة الكاملة في كل دائرة عن المرشحين، وكل دائرة توزع 100 نقطة على المرشحين الأربعة حسب فوزهم، ومن ثم فيما لو فاز أحدهم ب 50% يربح على يسمى في
الدور الأول وفيرست بالوت، وإلا المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات توزع يعاد توزيع أصواته في إلى المرشحين الآخرين في دورة ثانية، وفي حال لم يحصل أحدهم على 50% تعاد إلى الجولة الثالثة. احنا اتوقع انه يعني لن نستطيع انهاء الحلقه هاي بكل الاسئله اللي وضعناها، لانه الجزء الثاني كان اكثر تركيزا على المجتمع العربي وعلى تاثير المجتمع العربي، فاتوقع انه ممكن نتركها لحلقه قادمه، ايش رايكم؟ وناخذ اسئله الجمهور. تفضل. نحن في خدمه الجمهور، نحن مع ما يطلبون يعني المستمعون. قبل ان احب ان يكون هنالك اضافه بالنسبه لما يحصل الان في زعامه انتخاب زعامه حزب المحافظين، العرب الكنديون منخرطون في كل الاحزاب، وهنالك تنظيم كامل للعرب الكنديون الذين يقومون اليوم في الذين انتسبوا الى حزب المحافظين او الذين هم انتسبوا سابقا ويقومون بتنظيم اصواتهم. الغالبيه العظمى من ابناء الجاليه العربيه هم يدعمون بيتر ماكي. اريد ان نضيف ان هنالك نائبين حاليين من اصول عربيه، هنالك الان رئيس من اصول مصريه وهو الليتنان في كيبك او زعيم كتله المحافظين في كيبك، والسيد زياد أبو الطيف عن أدمنتون مانينغ وهو نائب من أصول لبنانية، وهو من أول النواب الذين دعموا بيتر ماكي في حملته من ألبرتا، علما أن جيسون كيني كان قد قام ضد بيتر ماكي ليدعم إيرين أوتول. والسيد زياد أبو الطيف هو أحد وزراء الظل في حكومة المحافظين منذ انتخابه في اليوم الأول، فتبوأ الريفينيو كريتيك والإنترناشنال ديفلوبمنت كريتيك، والحاليا اليوم هو وزير الظل للحكومة الإلكترونية ديجيتال جوفرمنت في الكونزرفاتيف كوكاس أو بالكتلة البرلمانية للمحافظين. فالعرب الكنديون منخرطون، ونتمنى لهم أن يقوموا بالانخراط أكثر فأكثر وأن يمارسوا دورهم الطبيعي في انتخاب ما هو أفضل لأبناء الجالية. الأحد القادم حنركز على هذا الموضوع بشكل مفصل، بما أنه الدكتور نور هو رئيس الكنيديان عرب فيدريشن، والمهندس حسن يعني له باع طويل في العمل السياسي والجالية في مقاطعة كيبيك، أكيد حنركز على هذا الموضوع. حنأخذ بعد إذنكم أسئلة الجمهور زي ما وعدناهم، عذرونا عشان الوقت أنا عارف، بس عمر أبو سنينة بيحكي ما شاء الله ضيوف متميزين. هذا سؤال لك أخونا حسن. أخ سمير بيحكي أنا للأسف لا أتفق مع الأخ حسن غي أننا لسنا سفراء لبلادنا، يهمنا ككنديين ما يقدمه الحزب من خدمات على الساحة الكندية، وفي نفس الوقت يجب أن نكون سفراء لبلادنا، كفلسطيني يهمني كيف يتعامل الحزب عن القضايا العربية، وعندها أذهب لأداء صوتي أولا وتصويتي للحزب أخذ بعين الاعتبار كيف يتعامل الحزب مع القضايا العربية. أنا لا أختلف كثيرا مع هذا التعليق، قد تكون هي طريقة النظرة. يعني أنا عندما أذهب لأصوت، وهو الأخ الذي طرح السؤال، عندما يذهب لصوت صوت كمواطن كندي، يعني هو إن لم يكن مواطنا كنديا لا يحق له التصويت، من المسلمات أننا نصوت ككنديين. ولكن كما قلت حتى أنا، يعني أنا قلتها وهو قال، ولكن أتينا من اتجاهين مختلفين. ولكن عندما نصوت طبعا هنالك المرشح الذي عنده نختار مرشح ليقود الحكومة الكندية، ولكن نحن كجزء من مكونات المجتمع الكندي عندنا حقوق وعندنا واجبات وعندنا تطلعات من ضمنها القضايا مع البلاد العربية.
ولكن الذي أعنيه، وشكرا جزيلا على هذه الملاحظة تعطيني الفرصة لأوضح، الذي أعنيه أننا لا نريد أن نغوص في بحول وصراعات العرب في بلاد العرب. لو كان العرب في بلاد العرب وضعهم أفضل من هذا الوضع لما كنا هنا. يعني عندما نأتي ونتصارع هنا، أنا من حزب كذا وكذا وفلان من حزب كذا، أنا قومي سوري وأنا شيوعي وأنا سلفي وأنا أخوان مسلمين وأنا، سنتفرق وتذهب وستذهب ريحنا. لذلك هنالك أمور جامعة، هنالك أمور تهمنا جميعا كمواطنين ككنديين وكعرب، يجب أن نتفق على ما يوحدنا لا على ما يفرقنا. يعني حتى كفلسطيني قد يأتيك من يقول أنا فتحاوي، والثاني يقول أنا من حماس، والآخر يقول أنا مع الجهاد، وأنا ومن ثم، وشاهدنا هذا ورأينا كثيرا في عملنا في جمعياتنا العربية هنا، ورأينا في عملنا حتى في المجتمع الكندي. يجب أن نبتعد عن صراعات التي يسمعنا، حتى استعمل لهجة اللبنانية نقول صراعات صراع الزواريب. هذا ما أريد أن نبتعد عنه. تكون عندنا بوصلة محددة، يكون عندنا أهداف جامعة توحدنا لا تفرقنا. وأمل أن أكون قد أضيف أخي حسن كلمة واحدة في نفس السياق. ما أشار إليه الأخ حسن في البداية في هذا المضمار هو أن نكون كنديين من الدرجة الأولى وأصحاب حق في ممارسة حقوقنا وواجباتنا في هذا الأساس. نعم. برضو أخ سمير تفضل. أستاذ محمد تحب تقرأ؟ لا أنا أقول طبعا الأخ سمير هنا يتكلم عن حزب المحافظين وعلى مدى تولية السلطة في كندا، يقف ضد القضايا العربية وحزب المحافظين ينفذ سياسات الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. أتوقع أنه هذا تحدث عنه كلا الضيفان، عن الارتباط بين الحزب المحافظين والولايات المتحدة الأمريكية و بعض التماهي في الدور الخارجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. فيعني أتوقع أنه هذا تطرق له الأخوين، إذا أحبوا أنه يعلقوا سريعا حتى نستطيع نأخذ باقي الأسئلة. لا أنا سأعلق التعليق سريع جدا هنا. كما قلنا بالحلقة الماضية وهذه الحلقة، الأحزاب إيديولوجيات الأحزاب ومواقف الأحزاب ليست من جرانيت، ليست من صخر لا تتغير، تتغير. وكما تفضل الدكتور نور، عندنا في الحزب المحافظين مثلا عندك 338 دائرة، في دوائر إذا انخرط فيها الناس بإمكانهم أن يكون لهم صوت داخل الحزب للتأثير على الحزب. الذي يحصل معنا الآن، نحن مثلا أنا أعرف بشكل عام العرب مع الحزب الليبراليين، وأنا أفهم لماذا. طيب إذا كان الحزب الليبرالي ضمن أصواتنا، فعل ما فعل وشاء ما شاء، نحن سنصوت له، لماذا يتعامل معنا بطريقة أكثر اعتدالا؟ نحن مضمونين، نحن في جيبه الصغرى، والأحزاب الأخرى سترى أنها مهما فعلت لن تستطيع أن تكسب أصواتنا، لأن عملها معنا عمل خاسر، وبالتالي يضيع حقنا ما بين هذا وذاك. بينما إذا كان الأحزاب يعرفون أن مواقفنا ستكون نتيجة لمواقفهم هم، سيكون تعاملهم مع قضايانا مختلفا. يعني إذا يجب أن يحسب لنا حساب، يجب أن يحسب. أما الآن أنا أرى أنه لا يحسب لنا حساب. لماذا؟ لأن الحزب الليبرالي يعرف أنه نقول له افعل ما تشاء ستجدنا إن شاء الله من الصاغرين، ونقول للديمقراطيين الجدد افعلوا ما تشاءون ستجدون إن شاء الله من ناكري الجميش. هذا يتغير مع الوقت بانخراط أبناء الجالية العربية، هذا ما نقوله دكتور نور، في الأحزاب، ونحن نرى بصيص أمل في هذا المضمار. كنت قد شاركت معكم معلومة في المرة الماضية أنه في انتخابات زعامة الحزب في أونتاريو كان العرب المنظمين تحت نفس الدائرة 94 مؤتمر من أصل 1158 فاز فيهم زعيم الحزب. كنا نشكل مجموعة كبيرة يحسب لها حساب، وزعيم الحزب قال لنا أننا نحن نريد مرشحون من أبناء الجالية العربية في دوائر مضمونة
نفوز بها. هذا ما نريد أن نفعله في كل الأحزاب. طبعا هذا ما يجب أن نفعله. نعم. الأستاذ أشرف بحكي، طبعا أعتقد أنه جاء تم، يعطيكم العافية، أريد التطرق لموضوع Reform Party of Canada والدمج مع حزب المحافظين ثم النقل للحزب أكثر إلى اليمين وخصوصا مع Social Conservatism. أعتقد جاوبتوه، بس إذا عندكم أي تعليق تحبوا تضيفوه. التعليق البسيط أنه خلال بعد فترة موروني اليمين المحافظ في الغرب كسب قوة وصادت أسهمه، وحزب التقدمين المحافظين قلت شعبيته كثيرا، ثم اضطروا كما قالوها في تلك الفترة وحدة اليمين، اجتمعوا، وعندما يكون هنالك وحدة اندماجية ما بين حزبين كل إنسان يتخلى عن شيء ليكسب شيء آخر، ووصلوا على حد أدنى للطرفين، وكان أقل شعبوية من حزب الإصلاح الغربي، ويعني أقل يمينية من حزب الإصلاح، وأكثر يسارية، أقل يمينية من حزب الإصلاح، وأقل يسارية من حزب التقدميين المحافظين، يعني ذهب باتجاه بعضهما البعض. أحب أضيف شيء ثاني على الموضوع، أن السيد جان كريتيان فاز بثلاث حكومات أغلبية متتالية، وفي العام 2000 كان هنالك دراسات تقول أنه لا يمكن لحزب المحافظين أن يفوز على الحزب الأحرار أو الليبرالي إذا بقي منقسما. معظم هذه الاستطلاعات التي جاءت وقالت بالتحديد في مقاطعة أونتاريو، مقاطعة أونتاريو في ذلك الحين كان عدد نوابها 103 نواب، فاز جون كريتيان ب 103 نواب من وبعد كل أونتاريو. وبعد وحدة اليمين حاول جون كريتيان نفسه مع إد برودمان ليجروا نفس العملية، سموها وحدة اليسار، أن يجتمع الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي ليوقفوا زحف المحافظين بعد وحدتهم. طبعا احنا الباقي عندنا تعليقات على الموضوع اللي كان موجود. نشكر الجميع اللي علق وحضر الحلقة. بنذكركم ان الاسبوع القادم ان شاء الله بنفس الوقت حيكون عندنا الحلقة الثانية لمناقشة حزب المحافظين الكندي، حنتطرق فيها الى مواضيع لم نتطرق فيها في هذا الحلقة. حابب أشكر دكتور نور والأستاذ حسن على مشاركتي أنا والأستاذ محمد، بعرفش بعطيهم آخر دقائق إذا بحبوا يضيفوا أي شيء، وإن شاء الله حنحكي يعني حنكمل عن موضوع الحزب المحافظين لنعطيه حقه كاملا، يعني ما ننقصه، الوقت يداهمنا. بس هو تفضل الدكتور نور. أشكرك دكتور جمال وأخي محمد وأخي حسن، وأشكر جميع المشاهدين مرة أخرى على إتاحة الفرصة لنا بمشاركة المعلومات التي لدينا، ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. وأنا أضم صوتي لصوت الدكتور نور وأشكر الجميع، الأستاذ محمد، الدكتور جمال، الدكتور نور، وهو ليس فقط أعطاء حزب المحافظين حقه، ولكن أعطاء المشاهدين حقهم أيضا، لأننا نريد أن نوصل المعلومة، لأنها أمور مهمة جدا. لن تنجح الديمقراطية إذا لم يكن هنالك معلومات يستند عليها الناس ليأخذوا قرارهم، وهذا أمر مهم جدا. لذلك سنعطي الفرصة للجميع أن يسألوا أسئلتهم، وبعد إذنكم أطلب من المستمعين أو ممن سيستمعون لاحقا قبل الحلقة القادمة، إذا كان هنالك أسئلة لم تطرح الآن بإمكانهم أن يكتبوها على الصفحة ونجيب عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم. وقد تساعدنا أيضا على تنظيم الحوار بشكل لا نترك أي زاوية من الزوايا المهمة في تاريخ وحاضر ومستقبل الحزب الليبرالي وعلاقتنا معه كمواطنين وكعرب وككنديين. وشكرا جميلا. نعم. وشكرا جزيلا للجميع. أنا أريد أن أشكر الضيفين العزيزين، حقيقة ضيوف مميزين دائما يتحفون بغزارة معلوماتهم، يسلطون الأضواء على
على نقاط مهمة جدا، ربما التحليل فيها يحتاج إلى أشهر حتى نصل لها، لكن بخلاصة تجربتهم وعمق معرفتهم يستطيعوا أن يضعوا إصبعهم على النقاط التي نريد بحق، دون أن يعني نضلل هنا وهناك بمعلومات تبعدنا عن الحقيقة والواقع. فأنا أكرر شكري للدكتور نور والأستاذ حسن، وطبعا شكري موصول للجمهور الذي نستمد منه الطاقة للاستمرار، وهذا في النهاية جهد حتى يرتقي بالجميع وبتوعية جاليتنا ومجتمعنا العربي في كندا بالشكل المطلوب. شكرا للجميع وبارك الله فيكم. شكرا للجميع وتحياتنا للجميع. باسم كنار تي في بنشكركم، بنذكركم بحلقاتنا يوم غدا الساعة 7 حتكون حلقة عن جمال التطوع، عن تطوع مع أحد المتطوعين العرب الموجودين في الجالية، والساعة 9 حنتكلم عن الفولكلور الأرمني في الوطن العربي، فتابعونا حلقتين مميزات. نشكركم مرة أخرى وتصبحون على خير. تصبحون على خير.